قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك رائد في الجلسة الأولى. أهلا نور. بداية، هذا الرالي الذي نشهده في الأسواق الصينية اليابانية التي وصلت بالتوبكس إلى أعلى مستويات ب 31 عاما، الأسواق الأوروبية والستوكس يورو 600 الذي وصل إلى أعلى مستويات في 6 سنوات. صباح هذا اليوم سألت ضيفي أنه من أين تأتي كل هذه السيولة؟ يعني الأسواق العالمية على رالي، السلع تسجل ارتفاعات كبيرة، العملات حتى الدولار اليوم على مكاسب، اليورو على مكاسب، من أين تأتي كل هذه السيولة في هذه المرحلة؟ طبعا جودة البيانات وإيجابية البيانات الصينية اليوم إضافة إلى التفاؤل بالفترة القادمة حرضت المستثمرين على الرغبة بالمخاطرة بشكل أكبر. ويعني السبب البسيط لماذا ترتفع السيولة ولماذا يتجهون بشكل كبير إلى الاستثمارات وإلى تفضيل استثمارات ذات مخاطرة، ألا لأنه لا يوجد لديهم خيارات أو بدائل في ظل سيولة رخيصة، في ظل أسعار فائدة منخفضة بشكل كبير، في ظل برامج تيسير نقدية ضخمة. السيولة لدى المستثمرين تتجه دون أي تردد نحو عوائد أو أصول ذات عوائد أكثر ارتفاعا، وبالتأكيد يعني أعلى مخاطرة. إجمالا نحن شفنا جودة البيانات الصينية من أين تأتي. تأتي أنه كلا الواردات والصادرات ارتفعا، بالتالي هذا يعني أنه نحن بدأنا نعود بشكل إيجابي وكبير جدا بالنسبة للاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واللي متوقع حسب صندوق النقد الدولي أن ينمو بأكثر من 2.1% في وقت أيضا كان يخاف من بعض الإغلاقات الاقتصادية التي حدثت في الاقتصاد الصيني. بالرغم من ذلك نشهد يعني هذه الارتفاعات القوية جدا. يعني يبدو أنه الاقتصاد الصيني من الممكن القول أنه تخطى عقبة الجائحة وبدأت يعني ملامح النمو تظهر بشكل جلي عليها. اليوم كان في أخبار وبيانات جمعتها بلومبرغ تشير إلى بدء تخارج الكثير أو استمرار تخارج الكثير من السيولة من سيولة الشركات الصينية وتسييل الكثير من المراكز في الأصول الأجنبية، ووصلت إلى حدود 10 مليارات دولار حتى من بداية هذا العام حتى شهر أغسطس الماضي. وهذا يعني هذا يأخذ التخارج إلى أعلى مستويات إذا ما استمر على هذا الحال منذ عام 1998. هل هذا يعني بدأنا نشهد تدوير للسيولة بين الأسواق الصينية الأسواق الأمريكية، وكثير من الدخول نشهده على الأسواق الأوروبية في هذه المرحلة؟ تماما، هنا نقطة مهمة جدا. كانت قد تمتعت الأسواق الصينية خلال العقد الماضي من الزمن بجاذبيتها الواسعة نتيجة الإجراءات التسهيلية التي يتم اتباعها والتغير في النظام الاقتصادي الذي حدث في الاقتصاد الصيني، والذي سمح بنمو واضح ومستويات نمو عالية جدا بالمقارنة مع الاقتصادات الأخرى، وسمح ذلك بوصول الاقتصاد الصيني إلى مستويات متقدمة وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. الآن مع ازدياد أولا التنافسية مع الاقتصاد الأمريكي، وثانيا بسبب وجود الريستريكشنز والعوائق التي بدأت تضعها الحكومة الصينية، أعتقد بدأت تقلل الجاذبية على حساب. سأضطر إلى شكرك لانتهاء الوقت. أنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، سيكون لنا لقاءات كثيرة في المستقبل القريب. شكرا لك.